شرف اخي الكريم انه هيئة تنظيم النقل البري تسعى دائما لخلق توازن في خدمات النقل البري المقدمه للمواطنين بكافه انماطها. وما دام احنا على اعتاب موسم الحج وموسم السياحي، فبالتالي قمنا بالتنسيق مع وزاره الاوقاف ووزاره السياحه وجمعيه النقل السياحي المتخصص وجمعيه وكلاء السياحه الاردنيه لتفادي نقص حافلات النقل السياحي لهذا العام. تعرف احنا في هيئه تنظيم النقل البري بناكد على ضرورة تغطية الطلب على النقل السياحي ودعم قطاع السياحة كونه يشكل رافد من روافد الاقتصاد الوطني، بالتالي أعطينا الأولوية لنقل الوفود السياحية. اتفاق على ذلك من خلال اجتماع عقد في مبنى الإدارة العامة طبعا بحضور الجهات ذات العلاقة. هذا العام حقيقة لا نتوقع أن يحدث هنالك نقص في حافلات النقل السياحي المتخصص لهذا العام، لأنه الكوتا المخصصة للحجاج الأردنيين انخفضت بنسبة 20% ويخفف من الضغط على الطلب على وسائط النقل السياحي المتخصص. كذلك انخفاض السياحة الأردنية الصادرة من الأردن بسبب الظروف الإقليمية المحيطة في المنطقة وعدم تزامن موسم الحج العام الحالي مع ذروة الموسم السياحي. فبالتالي هذا يعني يعطينا أريحية في تقديم الخدمة بشكل آمن وبشكل وافر إن شاء الله. كما تم التأكيد خلال الاجتماع أخي الكريم على أن تقوم جمعية وكلاء السياحة والسفر بمخاطبة مكاتب السياحة والسفر لتزويدها بإحصائية دقيقة عن احتياجاتها من الحجوزات المسبقة الوفود السياحية حتى يصار بالتالي إلى تزويد الهيئة بهذه المعلومات لتتم دراستها، والهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم حدوث نقص في حافلات النقل السياحي المتخصصة لنقل السياح والحجاج في هذا العام. وبنأكد أنه إحنا إن شاء الله بالنسبة لموسم الحج أيضا عملنا استعداداتنا مع وزارة الأوقاف ومع أخواننا في مديرية الأمن العام، وبنأكد على أخواننا المواطنين أنه حافلات النقل الحجاج والمعتمرين هي ستكون من النقل السياحي والدولي إن شاء الله. الاستعدادات قائمة يعني مع الأخوان المعنيين، ولن تكون إن شاء الله هنالك في أزمة في وسائط النقل، وسيكون إن شاء الله في عدد وافر من وسائط النقل العام تؤدي الخدمة للمواطنين، لأنه إحنا بنقف على مسافة واحدة من الجميع.